بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع كورس التشطيبات شباب بنتكلم عن بند بياض المحارة، وموضوعنا النهاردة عن مرحلة الملو. الملو إن إحنا بعد ما عملنا الطرطشة وبعد ما عملنا البؤج والأوتار بيكون عندنا الفراغ اللي ما بين البؤج بنملاه بالمونة علشان نقدر نوصل لسطح مستوي قائم متربع ومزوي. يا شباب، المرحلة اللي حضراتكم شايفينها دي في مرحلة اسمها مرحلة التلبيش. التلبيش ايه هو التلبيش؟ التلبيش ان لما اجي اعمل بؤج واوتار في شقة، الشقة دي اصلا اتعملت خرسانة غلط، اتعملت مباني غلط، ففي الحالة دي عشان اعمل زوي وعشان اعمل تربيع للغرفة هنلاحظ ان في حوائط مشطورة، حوائط واخدة زاوية غير قائمة وغير موازية للحوائط المقابلة ليها. لذلك عشان تقدر توصل لمرحلة الزوايا والتربيع فبنحتاج لحاجة اسمها التلبيش. بنعمل مونة، والمونة دي بتكون مونة خشنة، مونة خشنة فيها نسبة أسمنت عالية عشان تقدر تمسك في الحيطة، وبتتعمل على مرحلتين. إن احنا بنوصل للمرحلة اللي حضرتك شايفينها دي، الراجل بيشتغل بشغل عشوائي بيملى الحيطة دي على مرحلتين، ما ينفعش على مرحلة واحدة. فالجزء ده ممكن المونة دي تقع من الحيطة، لذلك لازم يكون الطرطشة دي تكون خشنة جدا ومحطوط بالفعل فيها 9 شكال أسمنت. الطرطشة اللي قبل التلبيش دي نقطة. النقطة التانية، يفضل إن أنا أجيب السلك الشبك اللي إحنا الفايبر اللي إحنا كنا بنتكلم عليه اللي هو موجود تحت خالص ده، أظن يعني سلك الشبك اللي موجود هنا اللي أنتوا شايفينه فوق ده، بنجيب سلك شبك ونسمره، نثبته بمسامير في الحيطة على التلبيش. يعني بعمل شبكتين من التلبيش أو بعمل طبقتين من المونة فوق بعض، مش طبقة واحدة. يعني التلبيش ده ممكن يوصل لسمكه 5 سنتي، فأنا ممكن أعمل 2.5 وبعد كده أروح مثبت عليه شبك. الشبك ده أعمله بمسامير وأثبته في الحيطة، وبعد كده أبدأ أملى تاني الحيطة بعد كده. ده في حالة إن أنا عندي حيطة هملاها بياض محارة بسمك 5 سنتي، ده إذا كانت البوجة وصلت ل 5 سنتي. طبعا ده مش في كل الحيطه، ممكن يبقى في اماكن معينه لان الحيطه هتكون مشطوره، تمام؟ يعني هتلاحظوا هنا ان في بوج هنا على الشمال، ممكن البوجه دي تكون 2 سنتي والبوجه اللي من دي ممكن تكون 5 سنتي. فعشان تقدر تعدل الشطره دي اللي فيها 3 سنتي بنعمل حاجه اسمها التلبيش. التلبيش اللي حضراتكم شايفينه ده متعب جدا، يعني بيحتاج مونه كتير، بيحتاج شغل بهدوء، محتاج صبر وانت شغال. ما تستعجلش على الحيطه، ثبت جواها مسامير، حط جواها شبك، امسك الطبقتين المونه في بعض، زود المحتوى الاسمنتي معاك وانت شغال. اقفل طبعا فراغات العلب بتاعه الكهرباء قبل ما تشتغل عليها. طبعا لازم تنضف الحيطه كويس وترشها كويس جدا بالميه علشان ما تفصلش عن التلبيش، وتشبعها ميه عشان ما تشربش ميه التلبيش والمونه بتاعتها، والله المستعان. ده الشبك اللي موجود فوق، لما تبقى تعمل تلبيش حط شبك تاني فوق المونه. طيب شايفين دي واجهه، الواجهه دي محطوط عليها كميه تلبيش غير طبيعيه. ليه؟ لان في كاميرا برزت عن عمود، في عمود برز عن حيطه، عن يعني في مشاكل. فلازم نظبط اعمال الاعمده واعمال الكاميرات، اعمال الخرسانه بشكل عام، اعمال المباني، عشان الشغل ده يطلع مظبوط وعشان ما نحتاجش نعمل تربيه وتلبيش في اعمال بياض المحرم. شايفين المنظر ده؟ شايفين الحيطه هنا بارزه عن الحيطه اللي تحت، شايفين الكاميرا بارزه. فعشان تبدا تشتغل بالشغل ده فصعب جدا. طبعا الكاميرا دي لو فتحت في الخرسانه واحنا بنصب، يعني الغطاء الخرساني بتاعها زاد، نعمل لها انحت. لكن لو اترحلت من مكانها يبقى محتاج تعمل تلبيش، او محتاج ان انت بتعمل المباني، وده انا ذكرته في اعمال المباني، ان انت ترحل الحيطه، ترحل الحيطه ذات نفسها، تمشيها مع الكاميرا، تمشيها مع الجزء البارز علشان ما تعملش تلبيش. يا ريت ترجعوا للفيديو ده في الجزء بتاع اعمال المباني. الكلام ده يا ريت نهتم بيه كويس جدا واحنا شغالين في النقطه دي. طيب التلبيش ده بيعمل ايه؟ الراجل بيجيب حاجه اسمها طالوش وبيجيب حاجه اسمها مسطرين، ده الطالوش وده المسطرين، وبيبدا يملى الحيطه بالمونه، يملاها، يملى يعني اسمه ملو، هو ده المقصود بموضوعنا النهارده، هو موضوع الملو. الملو والتسويه، بيبقى ده اسمه مسطرين والطالوش، وبيبدا يملى الحيطه بالمونه. الراجل اللي شغال ده بيملى الحيطه بالمونه، ولكن ده بيفرد فرد مونه على الحيطه، ولا في بؤج ولا اوتار ولا في طرطشه موجوده في شغل المباني اللي حضرتك شايفه قبليه. فده طبعا شغل سوقي، واحد قاعد في مكان بسيط، شغل اقتصادي
على قده، عايز يوصل لاقل تكلفه وهو شغال ويبدا يشتغل. المونه اللي هو بيفردها دي بيفردها بايه؟ بيفردها بالبروه، شايفين اللي في ايده دي اسمها بروه حديد، واللي في ايده الشمال دي اسمها طالوش. فالبروه دي هي وظيفتها وظيفه ان انا بفرد المونه على الحيطه، تمام؟ طيب الصح ايه بقى؟ الصح ان انا اعمل طرطشه واعمل بؤج قبل ما اشتغل الشغل ده، يعني على المباني دي لازم اعمل بؤج واعمل طرطشه قبل ما املي واساوي السطح. يبقى هنا وصلنا لمرحله ان احنا عملنا الطرطشه، والطرطشه تكون خشنه 9 شكاير اسمنت في المتر المكعب، ده بالنسبه للطرطشه، لكن الملو بيبقى 6 شكاير في المتر. دي البؤج اللي بتكون موجوده، هنساوي السطح لغايه عندها. الراجل ده هيبدا المونه اللي هو ملاها في الحيطه هيبدا يفردها بالبروه. ده الفرد، حضرتك شايفين الراجل ملا المونه، شايف هنا تلاحظ ان المونه عشوائيه، في خطوط مونه موجوده، دي نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو حط المونه على الحيطه بالمسطرين. هيبدا بقى يفرد المونه دي بالبروه. هنشوف الكلام ده، الراجل ماسك في ايده اليمين بروه وماسك في ايده الشمال طالوش. وطبعا قلنا ان احنا بنقف على سقالات، يا ريت بقى يبقى كل واحد فينا عندنا احنا شغالين يبقى عندنا سقاله، بدل ما الحاجات دي تقع بيهم، ويبقى يكون في الواح بولتي بدل العروق اللي بيربطها مع بعضيها كده. عايزين نوصل للشكل اللي انتم شايفينه ده يا شباب. طبعا لاحظوا في الصوره ان في خراطيم كهرباء تم تاسيسها خلاص، ان في هنا كابلات بتاعه التكييفات، تم تاسيس التكييفات. يبقى لازم يكون كل اعمال التاسيس خلصت قبل ما تشتغل في الملو. ما ينفعش اشتغل في الملو قبل ما اخلص الشغل بتاع تاسيس الكهرباء والتكييف والسباكه والابواب والشبابيك. تمام يا شباب؟ يبقى علب الكهرباء، نلاحظ العلب اللي تحت خلصت ونملاها بشكاير اسمنت. اهي علبة الكهرباء نقفلها بشكارة اسمنت، علبة الكهرباء نقفلها بشكارة اسمنت، علبة الكهرباء فوق نقفلها بشكارة اسمنت. الكابلات بتاعت التكييفات خلاص، خلصنا التكييفات، خلصنا الكهرباء، خلصنا الشغل، نبدأ نملي. ادي الراجل معاه المونة، حطها على الطالوش، المساعد بيدي بيدي للمبيض المحارة، بيديله المونة، والراجل بياخدها على الطالوش، وبالطالوش بيمسك في ايده مسطرين ويبدأ يملي الحيطة بالشكل ده. كل ده اسمه ملي. لاحظ ان الحيطه شكلها شكل عشوائي. انتوا شايفين السقف خشن ازاي يا شباب؟ السقف ده مفيد جدا 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 في بياض المحاره. السقف الناعم ما بيمسكش في بياض المحاره. الحوائط، ما احنا لسه هنتكلم بقى عن اسباب الاسباب التطبيل واسباب الشروخ والكلام ده كله. فدي من احد اسبابها، ان عندك بياض المحاره محتاج انه يتحط على سطح خشن. فالسقف الخشن اللي موجود فوق ده جيد جدا جدا لاعمال بياض المحار وانت شغال. طبعا عشان شايفين الفرق ما بين سطح الحائط ده وسطح الحائط ده، ده خلاص تم تنعيمه وتم تسويته وخلص، ده لسه. يبقى ده الراجل بيملاه، وده خلاص الراجل سواه وعمله بالبروه. طيب دي البروه اللي هو بيشتغل بيها، البروه اللي بيساوي بيها السطح، بروه عاديه خالص بالشكل ده، هي شبه المسطرين، بس لاحظ ان فرق الدراع، بس فرق الدراع بتاعها بدل ما المسطرين موجود في الاول، لا اللي هنا اليد موجوده في المنتصف، المسطرين اليد بتاعته موجوده في الطرف. فدي اسمها البروه اللي بنشتغل بيها، وبيبدا يشتغل بيها ويساوي السطح اللي موجود دوت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت كده. الراجل سوى السطح بتاع الحيطه تمام، والدنيا بقت تمام. وهو بيملى كان ماسك حاجه في ايده اسمها الدراع، بيبدا يظبط الحيطه دي على البؤج بقى. الدراع ده مهم جدا ليه؟ لان المونه الزياده، هو لما بيجي يحط المونه بيحط مونه بالزياده. ليه بيحط مونه بالزياده؟ علشان لما يحط الدراع ما بين البؤجه اليمين والبؤجه الشمال، هو دي الفكره، ان الدراع لازم يكون واقف على البؤج، البؤجه اليمين والبؤجه الشمال، والاصح انه يكون ماشي على قضيبين قطر. ايه ده القضيبين قطر دول؟ اللي هم الوترين، وتر يمين وتر شمال، وتر فوق وتر تحت. واحط الدراع ما بين الاوتار، خلاص كده الموضوع خلص، كده هيطلع الشغل فير فيس، هيطلع احسن شغل موجود، لانه شغال على اوتار. الاوتار دي بالنسبه له عباره عن قضبان القطر، يحط الدراع على القضيب اليمين والشمال، هتطلع الخرسانه كلها، هتطلع المونه كلها مستويه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. يمسك الدراع فوق وتحت ويبدا يساوي الحيطه، يظبط الدراع على مين؟ على البؤج والاوتار. لاحظ الصوره دي، ان هنا الراجل عامل وتر كل واحد متر، ادي وتر الثاني الثالث الرابع الخامس، شغل محترم شغل عالي. يمسك الاوتار دي ويبدا يملى الحيطه اللي فيها. الوتر او البوجه لو في جبس هنشيل الاوتار والبؤج بعد ما نخلص البياض ونفكهم، وبعد كده نملاهم ثاني، تمام، ونخشن طبعا مكانه. ادي الراجل ماسك الدراع. طيب لو انت عندك شكل دائري، شكل دائري لازم تعمل فيه اوتار دائريه،
وتتوزن بمضاق خيط واسويها بدراع راسي، يبقى دراع الراجل هنا هيمسك الدراع راسي عشان يقدر يلف الشكل. انا بعتذر عن رداءة الصور، ولكن يعني مفيش يعني عندي صور تانية للشكل الدائري دوت. فهنا الراجل بيمسك الدراع ويبدأ يلف بيه على الجزء دوت، شايف الدراع في ايده اهو، ويبدأ يوقف الدراع راسي لان الشكل شكل دائري، ولازم في الجزء الدائري ان لازم يكون عندك وتر فوق ووتر تحت. ما ينفعش ما تشتغلش بالاوتار في الشغل الدائري، يبقى عشان اعمل اي حائط دائري لازم اوتار، لازم وتر علوي ووتر سفلي عشان يقدر ياخد الكيرف دوت، والا هيكسر الحيطه، بدل ما يخليها شكل دائري يخليها شكل متمم، شكل مسدس وهكذا. تمام، عايز تطلع الشكل دائري يبقى لازم اخد وتر فوق ووتر تحت، واشتغل بالاده راسي، اشتغل بالدراع الالومنيوم اللي في ايده ده اسمه اده راسيا وهكذا. بعد كده بندخل على بروه، البروه دي بروه تخشين. ليه؟ عشان تنعم، هي اسمها بروه تخشين لكن وظيفتها التنعيم. الراجل المبيض بيمسك في ايده الميه ويبدا يحط شويه ميه في المكان اللي هينعم فيه، ويمسك البروه بتاعت التنعيم دي، البروه دي بيبقى فيها زي سفنجه كده من تحت، ويبدا يمشي بايده خفيفه جدا، يمس بس يمس المونه. لما يجي يمس المونه كده وايده خفيفه خالص على المونه وهو شغال، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه بيقفل المسامات اللي موجوده في المونه، علشان زي ما بنيجي نصب الخرسانه ونجيب الهليكوبتر بتاعت الخرسانه، نجيب الهليكوبتر عشان نقفل المسامات بتاعت الصبه بتاعت الخرسانه، اهو نفس الكلام، بيمس الخرسانه هنا بيمس المونه، المس ده بيقفل المسامات اللي موجوده بتاعت المونه بتاعت البياض، وفي الحاله دي بيطلع السطح ناعم جدا، اي حصو موجود زياده بيوقعه، اي مونه موجوده بيحييها بيحط عليها ميه تاني عشان تحيا، فيبدا يفردها وينعم السطح كويس جدا وهو شغال بالشكل اللي حضرتك شايفينه ده، بيشتغل بشكل دائري، ايده بتبقى ماشيه بشكل دائري. ده الطروش، ودي بروه التسويه عادي، ودي بقى بروه التنعيم. لاحظ هنا ده مسطرين، لكن هنا شاف السفنجه دي، السفنجه دي محطوطه في بروه التنعيم او بروه التخشين، هي بتخش، هي اسمها تخشين لكن وظيفتها التنعيم. تمام يا شباب، شايف هنا، لاحظ ان في سفنجه موجوده هنا، يبقى دي اسمها بروه تخشين وظيفتها التنعيم، ادي السفنجه اللي موجوده هنا فيها، يبقى دي اسمها ايه؟ بروه تخشين او بروه تنعيم، وظيفتها التنعيم. طيب، في بقى عندنا شغل مش عايزينه ناعم، احنا عايزينه خشن زي الشكل ده كده. ليه؟ هنلزق عليه سيراميك، هنلزق عليه بورسلين، ده عادة بيكون موجود في الحمامات والمطابخ. طب ايه الحل؟ الحل ان حضرتك بتروح رايح جايب حاجة اسمها المنجفرة، او بتجيب، نشوفها كده مع بعض بالشكل ده، بروة التمشيط، بروة التمشيط بالشكل ده كده، بتجيبها علشان تمشيها على الحيطة وتبدأ تعمل الشرايح اللي موجودة فيها. دي منجفرة، المنجفرة دي اللي بتشيل الزوائد اللي في الحيطة، لو في حاجة زايدة على الحيطة، حصوة ولا حاجة موجودة ولا كتلة ولا أي حاجة، يعني إيه، بتنضف بيها الأجزاء الزيادة. لكن دي التمشيط، التمشيط ده هو اللي بيخلق لي الشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. بعمل الشكل ده علشان لما أجي ألزق البورسلين، ألزق السيراميك، أعرف ألزقه كويس جدا بالمادة يمسك، لأن إحنا طالما هنلزق محتاجين سطح خشن مش ناعم، فعشان كده بنجيب التمشيط وبعد كده نبدأ نشتغل ونمشط الحيطة. في ملاحظة كمان عايزين نتكلم عنها، دي الأدوات، دي المنجفرة بالشكل ده. طبعا الحيطة دي سيئة جدا، شكلها سيء للغاية للغاية يعني. الحيطة دي عايز اتكلم في ملاحظتين فيها. بصوا يا شباب، لو انت هتعمل كرانيش فوق في المنطقة دي، يبقى الجزء ده ما بنعملوش بياض محارة، ما بنخلوش ناعم، بنخليه خشن. اخر 10 سم فوق، اخر 20 سم فوق بنخشنهم. ليه بنخشنهم؟ بنخشنهم علشان نقدر نمسك الجبس بتاع بياض المحارة او الفيوتك ايا كان بقى. طيب لو انت هتشتغل تحت هتعمل وزر، الوزر ده هيتلزق، لو هيتلزق بمادة يبقى ناعم السطح، هيتحط بمونة خشنة سيراميك، هيتحط بوزر، يبقى بنخشن الجزء اللي تحت، بنخشن الجزء اللي تحت، والبياض بتاع المحارة ما ننزلوش للاسفل، نسيب اخر 10 سم ما نعملهمش، او ممكن كمان اخر 20 سم، لان عندك 10 سم تشطيب و10 سم وزر. فوق نفس الكلام، تسيب 20 سم لو هتعمل جبس كرانيش، او لو هتعمل سقف ساقط، ده موضوع تاني بقى خلاص، ما احناش محتاجين نوصل بياض المحاره لفوق، او لو عايز توصله للاخر وصله براحتك، هتحط فيوتك هيتلزق، يبقى انت يبقى مش محتاجه خشن، محتاجه ناعم، فحسب ما هتوصل للي انت عايزه. يبقى لازم تفهم انت محتاج ايه عشان تحدد اهدافك وانت شغال. طيب
بعد كده بنوصل لنقطة الرش. الرش يا شباب قبل وبعد، مش بعد بس. أول حاجة بعملها أول ما أدخل الموقع لازم أنظف المكان اللي أنا هشتغل فيه، لازم أنظف حتى الأرضية بنظفها، أرش الحيط أرش السقف. طيب ده قبل الترطشة، وبعد الترطشة أرش تاني، وبعد البياض أرش تاني. يبقى الرش 3 مراحل، قبل الترطشة وبعد الترطشة وبعد الملو والتسوية. يبقى الترطشة على طول بتشتغل أي حاجة عليها مونة، حتى المباني. عملت مباني هتحط عليها مونة، عملت خرسانة جواها أسمنت، يبقى لازم في حاجة اسمها المعالجة. المعالجة إن أنت بتحيي الأسمنت تاني. الأسمنت أول ما بيوصل له المية بيحيا، بيبقى حي كده تاني، ويبدأ يعني يتفاعل تاني مع الحبيبات، ويتفاعل مع الجزيئات اللي موجودة، ويبدأ ينتج لي خرسانة أقوى أو مونة أقوى، ويوصل لأعلى إجهاد ممكن. فالمية دي بتعالج المونة، بتشيل الأملاح اللي موجودة، بتخلي الحائط أكثر صلابة وأكثر تماسك. أنا كده في النهاية أكون يعني وصلت للنقاط دي كلها خلصتها، ولكن في ملاحظات سريعة قبل ما نختم. في ناس بتستخدم معدات جديدة، المعدات دي زي معدات الضخ ديت، بيستخدموها في الترطشة وبيستخدموها في المل. المعدة دي عاملة زي البامب، مكنة بامب موجودة في الشارع، بتحط جواها الرمل والأسمنت، تخلط الخرسانة، بتطلع لها اللندة فوق، يعني اللي بتاعها الخرطوم يوصل لغاية مسافة طويلة. حد شاف الخرطوم ده؟ يوصل لمسافة طويلة جدا، ويبدأ يشتغل بيه، ويبدأ يرش خرسانة زي كومبريسور كده، ويبدأ يضخ المونة. هو مش منتشر في عندنا يعني دلوقتي، ولكن يعني مقبول. دي برضو مكنة فرد مونة. المكنة دي كل فكرتها ان في قضيبين واقفين كده، قضيب اتنين يتظبطوا رأسيه، ويتظبط المسافة الأفقية، ويبدأ يشتغل ويساوي، يعني كل ده بحيث انه يقلل الجهد على العامل، وان العامل يشتغل وهو واقف بس بيتابع المكن، والمكن هو اللي بيشتغل، العامل بيظبط مكنه وخلاص. يعني بنحافظ على صحة الناس. هي دي الأفكار، إن هو تطور مع الزمن يعني اللي إحنا عايزين نوصل له، إن إحنا نوصل لأكثر رفاهية وأكثر دقة في المواصفات وأعلى جودة أقل وقت. المفروض إن إحنا نوصل لأقل تكلفة، لكن ده طبعا مش هيحصل. طالما عايز أعلي الجودة وعايز أوصل لأقل وقت، فأكيد التكلفة هتكون زيادة على أقل تكلفة المكن ده طبعا. لكن لو واحد على طول شغال في بياض المحارة، ممكن يجيب المكن دوت وهيوفر معاه كتير جدا. ده دي طريقة المكن، بتفرد المونة بالشكل دوت وهكذا. في النهاية أنا بشكر حضراتكم جدا، بسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي. جزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.